استعرضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال اجتماع تم عقده مع مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن بعد مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق البلدية في المحافظة الجنوبية التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال العام الحالي. وخلال الاجتماع كشف المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات عن العمل على استكمال 9 مشاريع في المحافظة الجنوبية، إضافة إلى وجود 3 مشاريع قيد الدراسة وسيتم العمل بها خلال 2021-2022. من جانبه أشار المهندس أحمد الخياط وكيل الوزارة لشؤون الأشغال إلى أن الوزارة لديها حزمة من المشاريع قيد التنفيذ في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمرافق العامة.